من أهم وسائل إبليس في حربه مع الإنسان هي إنه يستخدم الطاقات والغرائز اللي بتبقى جوانا ضدنا. مثلا طاقة الطمع، الطمع كمبدأ طاقة كامنة جوه الإنسان، تقدر تسميه ميل أو رغبة تجاه الأبدية، تجاه اللانهاية، تجاه الحاجة اللي ما بتخلصش. الطمع في ذاته مش شرط يكون وحش، ما انت المفروض بندعي ربنا خوفا وطمعا، بنطمع في رحمة الله، بس ده طمع في محله. إبليس اللي بيحاول يعمله وهو بيعكس الأشياء ويلبس على الإنسان هو إنه يخليه يوجه الطمع ده، الطاقة دي، في السكة الغلط، في الدنيا الفانية اللي بتخلص، اللي الموارد فيها محدودة بالزمان والمكان، اللي الأكل والشرب والمتع كل حاجة فيها محدودة. فلما بتبقى الطاقة دي متوجهة في السكة الغلط تبقى وصفة مضمونة للتعاسة. أنا نازل بقى. تمام. قعدت تقول لي ايه ده؟ عادي، وسيد نبيل جه وطلب يشوف كشف حسابه وهيكتشف اني ما جبتش اصلا من الدواجن وهروح في 60 داهية. لازم تثق فيا شوية عن كده. خلاص قلت لك الموضوع ده هيتحل قبل ما الجلسة تنتهي. أنا وقعت فسفت من كده بكتير واتحلت. لا يا عم روح أقول له. خد بس تعالى، رايح فين؟ ما تبقاش كده. البورصة عايزة قلب وأعصاب حديد، العصبية هتخسرك كل حاجة. اسمع كلامي والموضوع هيتحل إن شاء الله. خلاص ما حصلش حاجة. تمام. الله ينور عليك يا استاذ ادم، اسهم الدواجن في العالي، احنا نبيع ونشتري الوطنيه في النازل. عاوز تبيع اسهم الدواجن؟ مفيش عندي مشكله طبعا، بس رأيي استنى عشان هي لسه بتعلى كمان. يا عم انا مش طماع، مكسب صغير قريب احسن من مكسب كبير بعيد. بيع واشتري الوطنيه. يلا. طب اصبر بس، الوطنيه عمال ينزل. انت شايف كده؟ طبعا. يا عم بيع عصفور في اليد. طب بص، هسيبك 5 مع السهم وانا اروح مكتبه اشوف العملاء هناك وارجع لك. حبيت تبيع نبيع. تمام ماشي. لو كان لابني ادم واد من مال لابتغى اليه ثانيا. الاحساس ده اكيد دقته، كلنا دقناه قبل كده، لما حاجه اصلا مش على بالي خالص، مبلغ معين اهو وادي من مال او كده، فاول ما جه على بالي ابتديت افكر ازاي ما يخلصش وازاي يبقى عندي واحد زيه تاني، ما انه هو نفسه القدر ده كله من المال او من الذهب او ايا مكان ما كانش على بالي اصلا من الاول. ايه اللي بيحركني بقى ساعتها؟ الطمع في الدنيا، الطمع في الفاني، الطمع في الحاجات اللي بتخلص هنا المحدوده بالزمان والمكان. ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. هي هيبقى تستمر، لان الطمع دي طاقه موجوده والمفروض تفعل. طمع في الله، في رحمته، في الاخره، لما بتفعل في الدنيا تبقى مدمرة. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. عشان كده كان الأنبياء عليهم السلام حياتهم عكس الطمع تماما، كانوا بيعيشوا في حالة من الزهد وعدم يعني طلب أي شيء هم مش محتاجينه. زي كانت نفوسهم شايفة بوضوح الفرق ما بين الاحتياج وما بين الرغبة، بين الضرورة وبين الزيادة، فكانوا بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا. فكانت بتجد النفوس الرضا، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. مش الغنى إن أنا أفضل أمشي ورا الطمع فأكتر، لا، لأن أنا هعوز التالت وهعوز الرابع وهعوز الخامس. أمال الغنى إيه؟ إن أنا أبقى عارف كويس أوي أنا مش محتاج إيه. كنز، القناعة كنز لا يفنى. يا أستاذ نبيل، إيه الأخبار؟ سهم الدواجن اتهبد 2.5 جنيه في 5 دقايق. فعلا؟ اهو. معلش اكيد هيعلى زي ما الاخبار بتقول. هما كنا بعنا. ايوه. شفت؟ علشان بس تبقى تسمع كلامي بعد كده. ها، انا كنت مرعوب. طب الوطنيه اتهبد برضو، اخد لك وطنيه؟ اشتري لي يا سيدي وطنيه. اشتري دلوقتي اسهم الدواجن اللي ناقصاك، ماشي؟ سلام. خد لك كام سهم بقى وطنيه؟ بس شويه الله يخليك والنبي، نفذي دول اهم حاجه. 3000 سهم بتوع الدواجن. شكرا جدا يا ادم. شفت بقى اتحلت ازاي؟ مش قلت لك مش اول مره تحصل؟ بص بقى دلوقتي، استاذ نبيل كان المفروض انه شاري السهم امبارح ب 7 جنيه، انت جبته النهارده بكام؟ ب 6 ونص. يعني في 1000 ونص فرق. دول بقى بتوعك رسمي. بتوعي يا عم؟ لا طبعا.
هرجعهم حساب استاذ نبيل. براحتك، انا اروح اشوف اميره. خلاص بقى ادم، بقول لك ايه، انت النهارده معزوم على ميلاد عمر. ها عمر هو. عمر ابن اميره وكمان. انت مش معزوم ولا ايه يا عم؟ انا قلت لك اعزمه. ايه، انا لسه كنت بقول له دلوقتي حالا، انت ظلماني دايما. وفعلا قال لي، وانا ان شاء الله هحاول اجي. انا اسمك. بقول لك يا عم تامر، تعال نخرج نشرب سيجاره بره. يا ريت. ادم ما تجيب 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ عشان عيد ميلاد عمر. انا اصلا مش جاي. لا مش هينفع ما تجيش. لا هو مش بالعافيه. مش بالعافيه طبعا، بس احنا كلنا هنا هنخرج وهيبقى يوم لذيذ قوي، وهتشوف عمر هتحبه جدا. خلاص اكتب اسمك. طب ما انا اكتب اسمك ازاي وانت ما اديتنيش فلوس؟ عايز اكمل ماديه. هات كل اللي معاك وانا هكمل لك. لا دي فلوس حاجه ثانيه. خدي. بس انا بصراحه مش قادر اجي. لا انا مش هتقدر تيجي، خد فلوسك. المروح اهم من الفلوس. ايوه بس انا محدش عزمني وكده، فحاسس ان شكلي وحش قوي. محدش عزمك ايه؟ اميره وكمال عزموك قدامي. كانت عزومه مراكبيه. كمان لو جيت كده مني لنفسي احس ان شكلي سرس قوي. انا بعزمك، انا عزمت كل الناس في الشركه وانا بعزمك. هات هات. لو ما جيتش شكلك هيبقى سرس قوي. ادم هو يعني ايه سرس؟ سرس دي بنقولها لما يكون حد كده مش عاجبنا. زي بيئه مثلا. ماشي يا سيرس. ماشي يا بيئه. استاذ نبيل. ايوه. ده كشف حساب حضرتك. شكرا. ودول ادم الفلوس دي بتاعتك انت اللي خاطرت، وكان ممكن تخسر شغلك فيها. العميل ملوش غير الاسهم بتاعته. وين وين انت تكسب وهو يكسب، وفي الاخر ده حقك. عايز تتنازل عنه انت براحتك بقى. دول ايه؟ دول بتوع عميل تاني. تمام؟ شكرا. زي ما اد نورتن كان بيقول في فايت كلاب، الاعلانات خلتنا نجري ورا لبس وعربيات، حاجات مادية. بنشتغل في وظائف بنكرهها عشان نشتري حاجات مش محتاجينها. حياتنا مبقاش ليها معنى. كلنا اتربينا على التلفزيون اللي خلانا نصدق ان احنا في يوم من الايام يبقى معانا ملايين. هنبقى آلهة سينما ومغنيين نجوم. بيقول كده كان، وده مش هيحصل. واحنا اكتشفنا كده بالراحه شويه شويه ان ده مش هيحصل، وعشان كده احنا غضبانين قوي 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 قوي. كان بيشرح الطاقه اللي ورا الغضب الكبير اللي كان في النادي اللي عامله ده للفايت كلاب. فهي فعلا خطوات. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. وهو لازم الفرد الواحد لو عايز يتخلص منه يفتكر قصة كده بتتقال شعبية في بلاد كتيرة مختلفة، بتتقال عن رجل والحمار بتاعه. يعني رجل والحمار زي ما بنقول، انه كان بيعمل ايه معاه علشان يخليه يكمل المشوار ويتعبه ويسيطر عليه بزيادة ويجهده زيادة؟ كان يحط له جزرة ويمسكها كده بشيء معين زي حبل او حاجة قدام عينيه. وطبعا الحيوان ده مش شايف ولا فاهم فكره الحبل، فشايف الجزره بيفضل ماشي ورا الجزره، فياخده الى اي مكان، والتاني متشجع الجزره جايه الجزره جايه، ما بتجيش ابدا. احنا عايشين في زمن كل ده جزر، دي جزره، الموبايلات جزر. ده انت على بال ما بتكتشف الموبايل ده عامل ازاي بينزل اللي بعده، والواحد بيفكر يخلص منه ازاي عشان يجيب اللي بعده. مش محتاج اللي بعده ولا محتاج ده، احنا شغال كويس جدا باللي قبله واللي قبله. ابليس نجح في انه ينشر بينا ثقافه استهلاكيه خدت منه اعوانه شغل طويل جدا جدا جدا، لان الطمع في الدنيا كان طول عمره في البشريه زمان بينظر اليه انه شيء سلبي ضد الصالح العام، بيتعمل وبيتعاش في القلوب، بس اجماليا كده البشريه الكره الارضيه على بعض، يعني لو سالت جماعه على بعضها كده مفهوم انه دي حاجه وحشه. انه يقدر شويه شويه يصل بينا الى اللي احنا فيه دلوقتي من اللي بيتسمى كونسيومرزم، الثقافه الاستهلاكيه، ثقافه ان انت اطلب اكتر، اشتري اكتر، ما تفكرش في الموارد هتخلص ولا مش هتخلص، ما تفكرش في البيئه،
ما تفكرش النفايات والحاجات اللي بتبقى الزياده اللي بتحصل من نتائج الانتاج الكتير جدا والصناعه الكتيره جدا دي هتروح فين. مش مهم الارض، ها نبني تحت الارض كده ونرمي، المهم النتائج. احنا بندمر في البيئه دلوقتي بسبب الطمع. من كام سنه البشريه شهدت سقطه اقتصاديه كبيره جدا برضه بسبب فكره الطمع، انه تحول الطمع في الدنيا الى ثقافه عامه مقبوله. ده من وراء تفكير وتخطيط وتغيير للفطره. لكن هو في الحقيقه فراغ، الانسان جواه فراغ، والطمع اللي موجود ده موجود عشان يملى هذا الفراغ بان الانسان يطمع في الله وفي رحمته فيبقى مطمئن من جوه. ربي زدني علما، يا رب ارحمني، ربي اغفر وارحم، وانت خير الراحمين، يا رب اديني لا نهايه في الاخره في الجنه، اجعلني في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيجي الشيطان شويه شويه يقلب الطاقه الكامنه في الانسان دي. اطمع هنا، اطمع في الدنيا، ومن يبعد من بعيد بشكل تراكمي عبر العصور من جيل لجيل. هو ده معنى انظرني الى يوم يبعثون، اديني وقت، اديني مهله. هو قاعد بقى، اللي ما نفعش في جيل يستنى ويعمله في الجيل اللي بعده. الفراغ عمره ما هيتملي كده، والانسان من جوه قلبه عمره ما هيرضى كده. آدم، إيه رأيك؟ مبروك يا معلم على العربية الجديدة. الله يبارك فيك يا سيدي. إيه؟ مش عايز واحدة زيها ولا إيه؟ والله نفسي، بس دي لسه بعيدة أوي. بس إحنا هنقدر نقربها سوا. إزاي؟ نشتغل مع بعض أنا وأنت. أنت بالعملة بتوعك وأنا بالعملة بتوعي. نفتح شركة يعني؟ لا 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 لا، زي ما إحنا في مكاننا بالظبط. أنت هتضرب في حسابات العملاء بتوعك، ولو حصل عندك عجز هغطيهولك يا سيدي من حسابات العملاء بتوعي، والعكس. بس دي كده تبقى سرقه رسمي. سرقه ايه يا عم؟ تاخد سيجاره؟ لا يا عم، مبطل وابعد عني بقى. بقول لك ايه، في الشغلانه دي هتدخن هتدخن، حرقه الدم اللي احنا فيها دي مش ببلاش اصلها. بس انا مش مقتنع بالقصه دي اصلا. ليه؟ مش عايز تتجوز؟ اشمعنى؟ يا ابني انت لسه ورور، وشك مكتوب عليه انا معجب والهان. عندك شقه؟ عندك عربيه؟ بالنظام اللي انت فيه ده هتبقى جاهز لما تبقى في الستينات على المعاش يعني. ورشه هتروح لغيرك جاهز وعارف الفلوس بتتجاب منين. يا ابني لو حد عارف. مستحيل حد يعرف، حسابات العملاء بتبقى متظبطه مليون في الميه. عندك حركه استاذ نبيل، انت طلعت فيها ب 1500 في منت. تخيل الحركة دي لو حصلت 5 مرات في اليوم، فألف ونص يعني 7000 جنيه، يعني تقدر تشتري عربية أحسن من دي في خلال شهر، وتدفع كمان مقدم شقة. أجيب لحضرتك كام سهم يا فندم؟ اشتري لي 2000 هيرمس يا أستاذ أيمن. 2000 هيرمس. الموضوع عايز ذكاء، وما يتعملش مع أي عميل. العميل اللي عملياته يومية ابعد عنه. خليك في العميل اللي عملياته مرة كل أسبوعين أو أكتر، بحيث تاخد وقتك أنت في حسابه. تعرف تبيع وتشتري لغايه ما يبقى يطلب كشف حساب. اخر عمليه حضرتك عملتها هنا كانت امتى؟ من قد ايه مثلا؟ إيه انا كنت هنا من حوالي شهر تقريبا. بتسال ليه؟ لا كنت بس عايز اتاكد لو في اي اوردر حضرتك بعته بالتليفون وانا استلمته، بس كان محتاج يتمضي ولا حاجه. ويا سلام لو تقنع العميل انه يسيب مبلغ كشف حساب علشان تعرف تضارب بيه. بص يا فندم، احنا احيانا بيكون عندنا فرص هايله جدا، سهم مثلا واقع وعايزين ناخده من تحت، ده بيتطلب ان يكون عند حضرتك سيوله كافيه. انا كده ولا كده ببيع اسهم خليج الاقطار، ومش هشتري حاجة، هستناك تكلمنا على فرصة من دي. تمام جدا يا فندم. احنا هنا هناخد 4000 سهم، وممكن في خلال اسبوع نبيع سهمين ولا حاجة. وانا هدي لك لستة بالاسهم اللي عليها اخبار حقيقية تشتريها، والاسهم اللي رايحة في داهية تبيعها على طول، وهو عالضارب في حساب عميل باكتر من 10%، علشان لو حصل أي حاجة نعرف نغطيه. بقول لك إيه؟ هات الورق ده بقى وتعالى اقعد جنبي عشان ايه؟ اقول لك احنا بعنا لمين وهنعمل ايه؟ ايه ده؟ انت عامل سيستم موازي؟ بالظبط، وكل شيء معمول حسابه بالمليم. دول اسامي العملاء اللي عايزين كشف حساب مننا الاسبوع ده. دول طبعا لازم يتغطوا من حساب عملاء تانيين. دول الكشفين بتاعي وبتاعك، انا المره دي هخلصهم، بس بعد كده لازم تبقى بتعرف تعمل الحكايه دي لوحدك، مفيش اسهل من كده. واحنا على اخر شهر كده هنكون كسبنا كام؟ ما تقلقش يا آدم، هتجيب شقة وعربية قريب قوي يا رب.